تفقد طائرة إيرباص 330 قدرتها في طريقها إلى هونغ كونغ. ماذا كان ذلك؟ لدينا محركان معطلان، تجمدت الدماء في عروقي. على الطيارين أن يتجنبا الهبوط في المحيط الهندي بغية النجاة. تواجه طائرة إيرويز 747 البريطانية لهيباً غامضاً من المحرك أثناء تحليقها في الجو. النجدة، النجدة. كانت مهمة الطاقم مهولة. وبتعطل 4 محركات تهوي طائرة 006 الصينية مئات الأمتار خلال ثوان. خرجت المحركات 1، 2، و3 عن العمل. خرجت هذه الطائرة عن السيطرة. حدثت 3 حوادث فظيعة مع تعطل جميع المحركات. إنه أحد أكثر المواقف إرهاباً لأي طاقم كان. هل سيتمكن المحققون من تقصي الأحداث التي جرت؟ توقف، هل نظرت إلى هذا؟ ضعوا أحزمتكم، شكراً. تحلق رحلة كاثاي باسيفيك 780 فوق بحر الصين الجنوبي على ارتفاع 11 كيلومتراً ونصف كيلومتر. معكم القبطان، سنبدأ بالإقلاع نحو هونغ كونغ قريباً. في رحلة مدتها 4.5 ساعات من سوربايا إندونيسيا، تبقت للطائرة 30 دقيقة حتى تصل إلى هونغ كونغ. إنه صباح عليل، السماء صافية، رياح خفيفة، كان يوماً جميلاً للطيران. القبطان مالكوم ووترز هو أحد أصغر أفراد الطاقم. مساعده ديفيد هيهو هو طيار حربي متقاعد في القوى الجوية الملكية الأسترالية. تندفع إيرباص 330 بواسطة محركي رولز رويس ترينت 700. جميع جوانب عملية الطيران تساندها حواسب متقدمة. الهندسة والتعقيدات فيها، والعلم الذي يقدم هذه المعلومات، إنها آلات مذهلة. على بعد 265 كيلومتراً من مطار هونغ كونغ، تغادر إيرباص مستوى الطيران وتبدأ بالهبوط. السرعة 550 كيلومتراً في الساعة، معدل الارتفاع 213 متراً في الدقيقة. أداء الطائرة مثالي. ثم يحدث خطأ ما. ما كان ذلك؟ أصفها كالضجيج الصاخب المترافق بارتجاج في هيكل الطائرة. فنظرنا أنا وديفيد إلى بعضنا بعضاً وكأننا نقول هذا غير اعتيادي. ينبه حاسوب الطائرة الطيارين إلى وجود مشكلة. فلنرى ما لدينا. توقف المحرك الثاني. يشير نظام مراقبة الطائرة إلى وجود مشكلة في المحرك الأيمن، المحرك الرقم 2. حسناً، ارفع المنقود الثاني. علم؟ تم ذلك. يخفض القبطان الطاقة من خارج المحرك إلى وضع الخمول ليحميه من الضرر. خامل. أقل قدرة ممكنة مع المحافظة على عمله. وكان التأثير سريعاً. اختفى ضجيج المحرك. هذا أفضل. من دون قوة الدفع من المحرك الأيمن، يعلم الطيران الآن أنهما يعتمدان على المحرك الأيسر فقط لإيصالهما إلى هونغ كونغ. حالة المحرك الواحد ليست أمراً جللاً، نتدرب عليها كثيراً في محاكي الطيران. لكن بينما يستعد الطاقم من أجل الهبوط، يتعطل المحرك الأيسر، المحرك الرقم 1. كنا نعتمد على هذا المحرك ليوصلنا إلى الأرض بأمان، والآن يعاني من الأعراض نفسها ويصدر الأصوات ذاتها كما المحرك الآخر. توقف المحرك الأول. أؤكد توقف المحرك الأول. وضعت المحرك الأول بوضع الخمول. كلا المحركين الآن يعمل، لكنهما لا يصدران قوة دفع. الطائرة تنخفض. يا للهول، معدل هبوطنا لا يبشر بالخير. من دون قوة دفع لن يصلوا إلى هونغ كونغ أو أي مطار آخر. على الرغم من المحاولات الكثيرة، لم يستطع الطيران الاستحصال على قدرة من المحركين.
أمامنا 5 أو 6 دقائق قبل أن نصل إلى مستوى البحر. شعرت بالخوف، ومعك كل هؤلاء البشر المذعورين. وقف شعر رأسي ورقبتي، تقلصت معدتي وجف فمي. يواجه الطيران احتمال الهبوط في بحر الصين الجنوبي. سأطلب النجدة. افعلها. نهبط. النجدة، النجدة. توقف محرك كاثي 780. علم كاثي 780. بدت البحار هائجة، وكان هناك الكثير من الزبد الأبيض، الأمواج بارتفاع 1 إلى 2 متر. شعرت بأن المحركين كانا كالمغرفتين الكبيرتين يجران الطائرة بقوة نحو الأسفل بعنف، ما سيجعل الطائرة تنقلب وتتحطم. لا يمكن لهذا أن يحدث. يبدأ مساعد الطيار الإعداد للهبوط بالطائرة. ثم تخطر فكرة للقبطان ووترز. حسناً، جرب الحركات البطيئة، ببطء، خفف من الاندفاع، افعل ذلك برفق، برفق شديد. كنت أشد طرف مقود الاندفاع مليمتراً تلو الآخر، كل مرة شددت فيها تحرك المقود مليمتراً. على نحو مذهل، يبدو أن تأثيره كان فعالاً. تزداد سرعة دوران المحرك الأول. إنه يعمل. ازدادت سرعة دوران العنفة من 28% إلى 29 إلى 30 إلى 31، بينما كنت أرفع المقود ببطء ورفق شديدين. أدرك القبطان أن المحرك لن يعمل فوق 74% من طاقته. سيفي هذا بالغرض. أعطانا دفعاً يكفينا للمحافظة على مستوى الطيران. لم نعد نهبط أبداً، وارتحنا كثيراً لذلك. بعمل محرك واحد يمكن للطيارين الآن أن يحاولا الهبوط في مطار هونغ كونغ، لكن ليس هنالك مكان للخطأ. أترى هذا؟ نحافظ على ارتفاعنا. رائع، نستعد للهبوط. كان لدينا محرك يعمل حينها، لكنني لم أثق به. فلنفعل هذا. حسناً، اخفض الجناح. أنزل العجلات. نزلت العجلات. الخطة الأكثر أماناً هي رفع الطائرة 1700 متر عن الأرض، ثم إعادة المحرك الأول إلى وضع الخمول، تخفيض السرعة والارتفاع كتهيئة للهبوط برفق على المدرج. إلى كاثي 780، كلا المدرجين متاح لهبوطكم. المعدات النهائية جاهزة. لكن قبل دقيقة من الهبوط، السرعة زائدة. يصدر تنبيه عن السرعة الزائدة، وهي إشارة تدل على تحرك الطائرة بسرعة كبيرة. عليهما أن يبطئا. تفحصت السرعة، 80، 250 مترا. لقد تجمدت دمائي، بدأ الأمر خاطئاً تماماً، ولم أكن مرتاحاً لخروج الأمور عن سيطرتي ولوجود شيء ما لم أعلم. ثم رآه. ما زال المحرك الأول يعمل بسرعة عالية، بسرعة كبيرة للهبوط الآمن. شعرت مجدداً بالخوف، الغضب، كانت لحظة مرعبة. لم يكن أمام الطيارين خيار آخر سوى المخاطرة بهبوط سريع على مدرج بجانب البحر. كانت تلك فرصتنا الوحيدة للهبوط على الأرض، وكان علينا فعل أفضل ما بوسعنا. تضاريس قريبة جداً، تضاريس قريبة جداً، ارتفع. أسرع 185 كم/ساعة عن الاعتيادي. يدفع القبطان المقدمة إلى الأسفل ليجبر إيرباص على النزول. استعد. تحتهم مياه شاسعة. لم ترد الطائرة أن تهبط، وأذكر دهشتي. حسم الأمر لأنه كان عنيفاً. يا للهول! أعكس المحركات! يعكس الطاقم المحركات ويطبقون قوة الكبح القصوى لتجنب الخروج عن المدرج. لم ينعكس المحرك الثاني.
دست الفرامل على الفور، ضغطتها إلى أقصاها. محرك واحد فقط يؤمن دفعاً عكسياً، هل سيكون كافياً لمنع الطائرة من الاستمرار حتى البحر؟ أعكس المحركات. تتوقف كاثاي باسيفيك 780 على بعد مئات الأمتار من نهاية المدرج. لا أصدق هذا. نجحنا، هذا رائع. شعرنا بالارتياح العميق. كنت سعيدا جدا لأننا سنعود إلى المنزل ونرى عائلاتنا. أخلي الركاب والطاقم بأمان بإصابات طفيفة وحسب. بدأ قسم الطيران المدني في هونغ كونغ بالتحقيقات على الفور. شكراً. لأن محركات ترينت 700 من صنع شركة رولز رويس البريطانية تنضم إن إيفنز من فرع تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية إلى التحقيق. محرك ترينت 700 هذا شائع الاستخدام في الكثير من الطائرات حول العالم، فإذا كانت هناك مشكلة هندسية في هذا التصميم فعلينا اكتشافها سريعاً. بحث المحققون عن أجوبة في سجل بيانات الطائرة. بدأوا من مهمات المحرك 330. توقف، ما الذي يجري هنا؟ لاحظوا على الفور شيئاً غير اعتيادي. مقود الدفع يتحرك لكن تدفق الوقود لا يتغير. بعد محاولة الطيار إعادة المحركين إلى العمل فوراً برفعه المقود، بقي تدفق الوقود على حاله. لم يحدث شيء، لا يستجيب المحركان على الإطلاق، بقي على وضع الخمول. لا أصدق. يتساءل المحققون إن كانت مشكلة تدفق الوقود قد تسببت بقلاقل المحرك 780. شكراً. ترجع إيفنز إلى سجل بيانات الطائرة التفصيلي الذي يشرح بالتفصيل رسائل الأعطال. توقف المحرك الثاني التي ظهرت على نظام المراقبة خلال الرحلة. خطأ في نظام تحكم المحرك الثاني. اكتشفت إيفنز أن الحاسب اكتشف مشكلة في بداية الرحلة في جزء أساسي من نظام الوقود يدعى صمام القياس الرئيسي. إذن التنبيهات التي صدرت كانت تتعلق بصمام القياس الرئيسي الذي يزود المحرك بالوقود. يتكون صمام القياس الرئيسي من مكبس ينزلق ضمن أسطوانة. عندما يرفع الطيار المقود يزيد أو ينقص من تدفق الوقود إلى عنفات محركات 330. عندما قص المحققون الصمام ليدرسوه، هذا ليس طبيعيا. لا، وجدوا شيئا لم يروه من قبل. رأينا شيئا أشبه بالمسحوق الناعم، أنعم من السكر المطحون حتى، جزيئاته صغيرة جدا. أظهر التحليل المجهري أن المسحوق مادة بوليميرية شديدة الامتصاص أو SAP مكونة من كريات صغيرة. إنها مركبات عضوية مصممة لامتصاص الماء، أعطانا ذلك دليلاً على مصدرها. يستخدم المسحوق في عربات التزويد بالوقود لمنع المياه من الوصول إلى خزانات وقود الطائرة. تضخ العربات الوقود من خزانات تحت الأرض وأنابيب من خلال مرشح في العربة إلى الطائرة. إذا كان الوقود ملوثاً بالمياه يمتصها المسحوق في المرشح ويشكل مادة هلامية فيه، لكن ينبغي أن يبقى الهلام المشبع بالماء في المرشح، يجب ألا يختلط مع الوقود أبداً. إنه شائع الاستخدام صناعياً بهدف ترشيح الماء. ما لم نفهمه هو كيفية وصوله إلى الطائرة. تبدو هذه منهارة بشكل ما. يسترجع المحققون المرشحات من العربة التي استخدمت لتزويد الرحلة 780 بالوقود في مطار سورابايا، ويتفحصون عينة من المرشح في المجهر فيكتشفون شيئاً محيراً. إنها تبدو كبلورات صوديوم، حبيبات المسحوق مغلفة بالملح. هل دخلت مياه مالحة إلى نظام الوقود؟ وصلت مباشرة من المصنع؟ عندما أجرى فريق آن اختبارات على المرشحات الجديدة بتعريضها للمياه المالحة. مهلاً، هل نظرت إلى هذا؟ انهارت المرشحات تماماً كالتي استخدمت لتزويد الرحلة بالوقود، ما يسمح لبلورات الملح وحبيبات المسحوق البيض بالمرور عبرها. المهم هو أننا برهنا قدرتنا على توليد الحبيبات.
يعتقد المحققون الآن أن المياه الملحية تسببت بانهيار مرشحات الوقود، ما أدى للتلوث بالمسحوق في نظام الوقود للرحلة. لكن تبقى هناك سؤال مهم. إذن كيف وصلت المياه المالحة إلى نظام الوقود؟ بعد مراجعة دقيقة لنظام الوقود في مطار سورابايا، اكتشف المحققون شيئاً صادماً. نظام الوقود قريب من البحر، وربما تكون أنابيب الوقود المفتوحة قد تعرضت للمياه الجوفية أثناء عملية توسعة قريبة. يعتقد المحققون الآن أنهم يعلمون ما الذي جرى لرحلة كاثي 780. منظومة التزويد بالوقود الباطنية تلوثت بالمياه المالحة وأدت لانهيار المرشح، ما أطلق المسحوق إلى الوقود. سد المسحوق صمامات القياس، فمنعت المحركات من الحصول على الوقود الكافي. توقف المحرك الأول. كان هناك تلوث في الوقود، وأدى ذلك التلوث في نظام الوقود لانسداد صمامي القياس الرئيسيين، فلم يعد الطيار يسيطر على قدرة المحركات. يعتقد المحققون أن القبطان استطاع استعادة جزء من قوة الدفع في المحرك الأول فقط، لأن صمام قياس الوقود فيه لم ينسد تماماً بعد، وكانت تمر كمية صغيرة من الوقود. ببطء ببطء، هيا، يزداد الدوران في المحرك الأول، إنه يعمل. بمجرد أن سدت الحبيبات الصمام، علق على حاله، ارتفع عن التضاريس، مجبراً القبطان على الهبوط الخطير بالسرعة العالية. لم ينعكس المحرك الثاني. هبطت خبرة الطيران بالرحلة 780 بأمان على الأرض. لا أصدق هذا. منذ تاريخ الحادث بذلت جهود لتطوير عملية مناولة الوقود الجوي وتخزينه. صمم المصنعون مرشحات لتمنع الانهيار والتلوث بالمسحوق. أنقذت جهود الطاقم البطولية أمام فشل المحرك رحلة كاثي 780 من كارثة مؤكدة. فشل المحرك التام هو حالة شديدة الندرة في الخطوط الجوية المعاصرة. ضعوا الأحزمة. شكراً. لحسن الحظ تحكمت سرعة بديهة طاقم الرحلة في المحركات النفاثة، ما سمح لهم بالهبوط بأمان. لكن قبل ذلك ب28 سنة، وضع حادث غريب طياري رحلة الخطوط الجوية البريطانية 9 أمام الاختبار الأقصى. يا للهول، انظر إلى المحرك الرابع. كذلك الأمر في جانبي. عندما تواجه حدثاً غير متوقع وخارجاً عن السيطرة ويضع طائرتك في خطر، يتطلب الأمر حينها مجموعة مختلفة تماماً من المهارات. أبي، المحرك يحترق. توقفت جميعها، فشلت المحركات الأربعة كلها. الرابع والعشرون من يونيو لعام 82، تحلق رحلة الخطوط الجوية البريطانية 9 فوق إندونيسيا. من المفترض أن تهبط الطائرة مع ركابها 263 بعد بضع ساعات في بيرث أستراليا. يقود القبطان إريك مودي الرحلة، وهو أحد الأوائل الذين تدربوا على 747. علم، تواصلوا مع جاكرتا. إلى مركز مراقبة جاكرتا، طائرة سبيد بيرد 9 فوق حليم في مستوى 370. أمضى مساعد الطيار روجر غريفز أكثر من 6 سنوات في عمله، وأمضى مهندس الطيران باري تاونلي فريمان أكثر من ذلك. لم أطر مسبقاً مع إريك ولا باري، كانت تلك أول مرة نتقابل فيها في تلك الرحلة. حسناً علم، كل شيء جاهز، سأعود بعد لحظات، سأذهب إلى المرحاض. لكن أثناء غيابه أصبحت الظروف في القمرة غير اعتيادية. بدأنا نرى ومضات ضوئية على الزجاج. شممت رائحة أشبه برائحة الكهرباء الكبريتية، ومضيت إلى لوحة القيادة متوقعاً أن أرى دخاناً كهربائياً في مكان ما من الطائرة، لكن الحقيقة كانت جلية. هل من شيء على الرادار؟ لا، إنه خال ولا حتى غيمة. عجباً، انظر إلى المحرك الرابع، إنه يشتعل. يا قبطان، انظر إلى المحرك الأول.
كذلك الأمر في جانبي. لاحظ الطيران أن محركات الطائرة تشتعل بلهيب أبيض، لكن الركاب هم أول من انتبه إلى ذلك. أبي، المحرك يحترق. كانت هناك ألسنة لهب هائلة تخرج من مؤخرة المحركات، تنطلق بطول 10 أمتار وراء المحركات. ما الذي سيحدث؟ بينما تحيط النار بالمحركات، يدور أحدها بصخب ويتوقف. فشل المحرك الرابع. بمجرد أن يفشل المحرك، يمكنك طلب إطفائه. ثم يحدث ما ليس في الحسبان. فقدنا المحرك الثاني. حسناً، إذا باشر إطفاءه. مهلاً. توقفت جميعها. فشلت المحركات الأربع كلها. لسبب ما توقفت المحركات الأربعة عن العمل. أوليم، أعلن حالة الطوارئ. النجدة، النجدة، سبيد بيرد 9، فقدنا محركاتنا الأربعة. من دون قدرة المحركات تهبط 747 الآن بكاملها. ما يرعب الطيار المدني هو فقدان القدرة بالكامل. يمكن لطائرة 747 أن تقطع 190 كيلومتراً هبوطاً من ارتفاع عال، ولكنها سترتطم بسطح الأرض. ابدأ عملية إعادة الإقلاع. تم. البطارية تفحصناها، تعمل. يحاول طاقم الطائرة إعادة إقلاع المحركات. قدرة الاستعداد تعمل. هل من شيء؟ هل من شيء؟ لا. باتجاههم نحو المحيط الهندي، على الطاقم أن يعيد تشغيل محركاتهم. هيا. مجدداً يا رفاق. حسناً، من الأعلى، البطارية تعمل. من دون قدرة المحركات ينخفض ضغط الهواء في القمرة، فتتحرر أقنعة الأكسجين. تنفد الخيارات أمام القبطان. هيا، هل من شيء؟ لا. لم ننجح أبداً في العملية برغم الجهود التي بذلناها، لكنه كان الشيء الوحيد الذي نتأمله. مع هبوطهم المستمر، يستعد طاقم الطائرة لتوجيهها نحو المحيط الهندي. حسناً. كنت أعلم أن الهبوط بالطائرة على البحر أمر صعب جداً، حتى عندما تعمل جميع التجهيزات، ولم يكن أمامنا خيار آخر. لم أفعل ذلك من قبل قط. يقرر القبطان أن يوجه الطائرة إلى أقرب مطار، مطار حليم بالقرب من جاكرتا، كإجراء احترازي. إذا تحتم عليهم النزول، ففرصة الإنقاذ أكبر إن كانوا أقرب إلى اليابسة. المقود رفعته. ضغط الوقود أدنى مستوى. الاحتراق الداخلي بوضع الاستعداد. ثم على نحو مفاجئ كما توقف، يعود المحرك الرابع إلى العمل. عاد المحرك الرابع إلى العمل. ذاك الصوت الذي يصدره محرك رولز رويس عندما يعمل أسعدنا سماعه. بعد هبوط الطائرة لأربعة كيلومترات، يعود محرك آخر للعمل. عاد المحرك الثالث للعمل. يتبعه المحركان الأخيران. لا أصدق، عاد المحركان الأول والثاني إلى العمل. عادت الطائرة العاجزة إلى طاقتها الكاملة. لا لا، أمي، أمي. إلى جاكرتا من سبيد بيرد 9، عدنا إلى مسارنا. يطلب الطاقم هبوطاً اضطرارياً في جاكرتا. 12,000. فلنهبط بها بأسرع ما يمكن. خمسة عشر متراً. 10 أمتار. تعكس المحركات. هبطت الطائرة بنفسها، بدت وكأنها تقبل الأرض. كان ذلك جميلا. عجبا، كان ذلك مذهلا. نزل طاقم وركاب الرحلة 9 إلى الأرض بأمان، لكن لا أحد يعلم ما الذي جرى. في الصباح التالي يعود الطاقم إلى مطار حليم في جاكرتا ليتفقد طائرتهم. صعق الطاقم والمحققون لما اكتشفوه. فقدت الطائرة لمعانها وصفعت بالرمل في بعض المواضع على نحو ظاهر، وجميع الطباعات على سطحها قد زالت. لم يكن هنالك شيء واضح حتى أنزلوا المحركات. لم يرى الطاقم والمحققون شيئا كهذا من قبل، واكتشافهم المدهش يغير إجراءات أمان الطيران إلى الأبد.
كان هذا حدثا مميزا في تاريخ الطيران. أرسلت محركات رحلة الخطوط الجوية البريطانية 009 إلى مصنعها رولز رويس في بريطانيا. لقد أوكلت مهمة اكتشاف سبب اللهيب الغامض إلى المهندس مالكولم غرايبورن. أبي، المحرك يحترق. وعودته إلى الحياة. أجرينا تحليلا علميا للمحركات. ذهل غرايبورن لما اكتشف. اختنقت المحركات بغبار ناعم، حجارة ورمال. بالدراسة الدقيقة اكتشف أنها رماد بركاني، والدليل يشير إلى مشتبه به واضح. في ليلة الرحلة ثار بركان جبل غالونغونغ الذي يقع على بعد 160 كيلومترا فقط من جنوب شرق جاكرتا على نحو مفاجئ. ارتفعت غمامة من الرماد بارتفاع 15 كيلومترا نحو الأعلى نحو مسار الرحلة 009 مباشرة. لم تؤثر غمامة بركانية على نحو خطر في طائرة مسبقا. النجدة، النجدة، سبيد بيرد 9، فقدنا محركاتنا الأربعة. يعمل المحرك النفاث ذو العنفة عبر سحب كمية هائلة من الهواء، ثم يضغط الهواء هذا بمفعل ضاغط المحرك. يمتزج الهواء الشديد الانضغاط مع الوقود ويشتعل، تدفع قوة رد الفعل الناتجة الطائرة في الجو. تبلغ الحرارة في حجرة الاحتراق حيث يتدفق الرماد نحو 2000 درجة مئوية، وكما نعلم فالرماد البركاني ينصهر عند درجة 1300 أو 400. لكن بولوج الرماد المنصهر عميقا في المحرك، برد ببطء وتحول إلى هلام لزج. التصق بالمحرك وبدأ يخنقه. لدينا اضطراب واضح في تيار الهواء في النواة الرئيسية للمحرك، ما أدى لانطلاق لهيب وراء المحرك. فشل المحرك الرابع. لكن إن اختنقت المحركات بالرماد فكيف عادت للعمل على نحو مفاجئ؟ عاد المحرك الثالث إلى العمل. اكتشف غرايبورن بعد ذلك شيئا كيميائيا ملحوظا أنقذ الطائرة. بمجرد خروجك من الرماد البركاني يبرد كل شيء، كان ذلك كافياً لتكسر هذه الأشياء، ما سمح للمحرك بإعادة الإقلاع. لا أصدق، عاد المحركان الأول والثاني للعمل. احتفل بطياري الرحلة 009 كالأبطال لتغلبهما على فشل كلي للمحركات ولهبوطهما بالطائرة وركابها بأمان، لكن اكتشافهما الأعجبي استحدث قفزة عملاقة في سلامة الطيران أيضاً. الآن بعد أكثر من 30 عاماً هناك نظام عالمي يستخدم لتحذير الطيارين في حال وجود خطر من رماد بركاني في الهواء كي تتلافى الطائرة خطراً كهذا، وقد عمل على نحو رائع. تحلق رحلة الخطوط الجوية الصينية 006 بوضعية الطيار الآلي على ارتفاع 11800 متر فوق المحيط الهادئ. كانت رحلة اعتيادية، جلست أقرأ بعض الكتب وثم نمت. بينما غلب النعاس معظم الركاب البالغ عددهم 251، اقتربت الطائرة من وجهتها في لوس أنجلوس كاليفورنيا. يقود القبطان مين يوانغ هو طاقم الطيران المخضرم الثلاثي في قمرة القيادة، حيث حقق أكثر من 38,000 ساعة طيران. لكن أثناء استعداد الطاقم لهبوط سهل، يعطينا المحرك الرابع دفعا ضعيفا، يلمح مهندس الطيران شيئا مقلقا. هناك مشكلة في أحد المحركات، لا يستجيب المحرك للأوامر. نفقد سرعتنا، يعطينا المحرك الرابع دفعا ضعيفا. ثم تزداد الحالة المريبة سوءا. توقف المحرك الرابع، توقف المحرك الرابع عن العمل كليا. انظر إلى إجرائيات عطل المحرك وانخفض إلى ارتفاع يناسب 3 محركات. علم أيها القبطان. تتباطأ الطائرة من دون المحرك الرابع. سرعة الهواء 450. أعد تشغيل المحرك الرابع. علم أيها القبطان. ليس هنالك الكثير من الأكسجين على ارتفاع 11,800 متر، ففرصة إعادة التشغيل بنجاح ضئيلة. لا استجابة أيها القبطان. بينما يحاول الطاقم إعادة تشغيل المحرك، تبدأ طائرتهم بالانحراف نحو اليمين. ننحرف نحو اليمين، سرعة الهواء 425. تواجه الطائرة خطر الهبوط بفقدانها سرعتها. أوقف الصعود، اخفض المقدمة.
يحاول القبطان هو دفع مقدمة الطائرة للأسفل أملاً منه بزيادة السرعة. لا ينفع شيء مما يفعله الطاقم، تهوي طائرتهم على نحو حاد أكثر فأكثر. سأوقف الطيار الآلي. يتولى القبطان التحكم في الطائرة بنفسه، لكنه يواجه مشكلة بدخول الطائرة في غيمة كثيفة. لا يمكنه رؤية الأفق، لا تعمل التجهيزات التي تساعده عادة على الحفاظ على ميول الطائرة. تعطلت مؤشرات الارتفاع، إنها لا تعمل، إنها تخرج عن حدودها. بعد دقائق من توقف المحرك الرابع عن العمل، تتوقف طائرة الخطوط الجوية الصينية فجأة وتبدأ بالسقوط من السماء. انقلبت طائرة جامبو 747 رأساً على عقب. رحلة 006 تهوي باتجاه المحيط الهادئ. طار الأشخاص كالفشار مرتطمين بالجدران. يواجه مهندس الطيران في القمرة صعوبة أمام حركة الطائرة ليعيد إقلاع المحرك الرابع. قوة الجاذبية قوية جداً لدرجة أن مهندس الطيران قد تثبت على لوحة التحكم. المحرك لا يعمل، لكن محاولته باءت بالفشل. ثم فجأة يزداد الوضع سوءاً. خارت قوى المحرك الأول والثاني والثالث. لا استجابة أيها القبطان. الارتفاع 370 60 50. الجاذبية تعذبهم في قمرة القيادة. أغلقت عيني، ظننت أنها النهاية. سرعة الهواء 150 مترا. لا استجابة، توقفت المحركات عن العمل. يخلع ضغط الهبوط أبواب عجلات الطائرة. خلال أقل من دقيقة هوت الطائرة قرابة 6 كيلومترات. حالة طوارئ، حالة طوارئ. تخرج الطائرة فجأة من الغيوم. أرى الأفق. الارتفاع 3 كيلومترات. يستخدم القبطان الأفق كدليل ليوازن الطائرة قبل 30 ثانية من اصطدامه بالمحيط. تغير الجاذبية الآن وجهتها على نحو مفاجئ. يضغط الركاب على الأرضية بقوة تعادل 5 أضعاف وزنهم. كما تعلم الجاذبية كانت قوية جدا. أزن 90 كيلوغراما، فأصبح وزني نصف طن تقريبا. إنه سباق مع الزمن. وأخيرا عاد مؤشر الارتفاع إلى العمل. بدأت الطائرة بالفوز. عاد مؤشر الارتفاع للعمل. على نحو غامض كما بدأ الحادث، استعادت 3 محركات طاقتها. عاد المحرك الأول والثاني والثالث إلى العمل، ما زال الرابع عاطلا. أعد إقلاع المحرك الرابع. علم. مجددا يحاول مهندس الطيران إعادة إقلاع المحرك الرابع، ولكن الآن اشتغل المحرك الرابع. للمرة الأولى منذ دقائق الطائرة تحت السيطرة. أنقذوا الطائرة. كان ذلك طيراناً احترافياً. أيها السيدات والسادة، القبطان يتكلم. هل تأذى أحد من الركاب؟ هل لدينا طبيب على متن الطائرة؟ يعلن القبطان هو حالة طوارئ ويغير وجهة الرحلة إلى سان فرانسيسكو. انتزعت أجزاء بأكملها من ذيل الطائرة وكأنها عبرت خلال إعصار. على الأرض يذهل مدى تضرر الطائرة الجميع. انتزعت أجزاء بأكملها من ذيل الطائرة وكأنها عبرت خلال إعصار. أصيب 24 راكبا بإصابات طفيفة. تجنبوا كارثة وشيكة، لكن ماذا كان الخطأ أساسا؟
حضرت هيئة أمن المواصلات الوطنية ذاك اليوم. أرسل مسجل صوت قمرة القيادة إلى واشنطن، لكنه مصمم على إعادة التسجيل كل 30 دقيقة. لم يتبقى شيء مما حدث في القمرة أثناء الهبوط المخيف من السماء. من دون تسجيل قمرة القيادة كان علينا إعادة بناء ما قاله الطاقم وكيف تعاملوا مع الوضع وماذا حدث في القمرة بأفضل ما استطعنا مع البيانات الأخرى المتاحة لنا. لكن مسجل الرحلة الذي عانى من ضرر كهربائي يحوي فجوات متعددة في سجل البيانات، وسيتطلب استرجاعها جهداً كبيراً. أثناء ذلك بدأ المحققون بفحص محركات الطائرة. على الرغم من الهبوط المرعب من السماء، وجد المحرك الأول والثاني والثالث في حالة عمل جيدة، أما المحرك الرابع أول محرك يفشل فسيفحص بدقة خاصة. ظنوا أن المحرك قد توقف أو أن هناك عطلاً كبيراً في المحرك. بعد تفحص كل جزء من المحرك الرابع أقر المحققون بأنه معطل. أعطانا المحرك الرابع قوة ضعيفة، وعلى ارتفاع 12 كيلومتراً لم يكن قادراً على إعطاء الدفع الكافي ليستمر المحرك المعطل في العمل. توقف المحرك الرابع عن العمل. فقدان قوة الدفع في طائرة رباعية المحركات حدث بسيط، وستطير الطائرة بثلاثة محركات من دون صعوبات. احتار المحققون. إن لم تكن 747 في خطر محدق، أيمكن أن يكون هبوط الطائرة قد بدأ في مكان آخر غير المحركات؟ استدعي طاقم رحلة الخطوط الجوية الصينية 006 من أجل مقابلات مكثفة في الهيئة. من دون مسجل الصوت في القمرة، يعتمد المحققون على إدلاءات الطيارين ليعرفوا كيف تحولت مشكلة بسيطة إلى شبه كارثة. مؤشر الارتفاع لا يعمل، تعطلت مؤشرات الارتفاع، إنها تخرج عن حدودها. عندما بدأنا بالانحراف يميناً كان المحرك الرابع قد تعطل مسبقاً. بدأنا الهبوط بسرعة وتوقف المحرك الأول والثاني والثالث عن العمل أيضاً. توقفت المحركات الثلاثة. لكن رواية القبطان ومساعده لا تتطابق مع بيانات الرحلة التي تظهر بوضوح أن المحركات الأول والثاني والثالث كانت تعمل على نحو مثالي طوال الرحلة، لم تفقد قوتها مطلقاً. ما هو السبب المحتمل وراء انقلاب الطائرة وتهاويها نحو البحر؟ بعد شهور من تحليل بيانات الرحلة ومقابلات الطيارين، فهمت الهيئة أخيراً تسلسل الأحداث التي قادت إلى الكارثة الوشيكة هذه. عند تمام العاشرة بتوقيت المحيط الهادئ، يلمح مهندس الطيران مشكلة محرك. أعطانا المحرك الرابع قوة ضعيفة. يواجه صعوبة في إصلاح المشكلة، لكن المحققين اكتشفوا أنه نسي خطوة أساسية. نسي صمام تنفيس هواء المحرك مفتوحاً. ينظم صمام تنفيس الهواء تدفق الهواء المضغوط من المحركات إلى الحجرة. عندما لا يعمل المحرك على نحو صحيح، يجب أن يغلق الصمام كي يتمكن المحرك من استخدام كل الهواء المتاح ليقلع من جديد. من المحير أن مهندس الطيران لم يغلق صمام التنفيس، وكانت النتيجة أن المحرك البطيء الإقلاع لم يقلع بتاتاً. بدأ مهندس الطيران عداً تنازلياً من دون قصد. المحرك الرابع يفقد قدرته على العمل ببطء. نفقد سرعتنا. بازدياد الطاقة من محركات الجناح الأيسر عن الجناح الأيمن، تبدأ الطائرة بالانعطاف. الإجراء الصائب في هذه الحالة هو إمالة الموجه. كان هذا سيتسبب بقوة فتل، أعني أنه لكان تغلب على خلل التوازن في المحركات. بدلاً من إمالة الموجه بنفسه، ترك القبطان وضعية الطيار الألي تتحكم في الطائرة، لكن الطيار الألي غير مصمم ليحرك الموجه. يعدل الطيار الألي الجنيحات والرفراف على جناحي الطائرة، لكن هذه الجنيحات ليست قوية بما يكفي للتغلب على خلل التوازن الذي تواجهه الطائرة. سأوقف الطيار الألي. عندما تولى القبطان التحكم يدوياً في الطائرة، كانت قد بدأت بالانحراف بشدة نحو اليمين.
مؤشر الارتفاع لا يعمل. بينما يعاني من أجل السيطرة، تنقلب الطائرة على ظهرها وتصبح في وضعية هبوط شاقولي. بعد لحظات وبازدياد الجاذبية على نحو سريع، يقترف مهندس الطيران خطأ فادحا آخر. بدأنا بالهبوط على نحو أسرع، وتوقف المحرك الأول والثاني والثالث عن العمل أيضا. المحركات الثلاثة توقفت، لكن المحركات كانت تعمل على نحو مثالي. يعلم المحققون الآن أن الصمامات قد وضعت عن عمد في وضعية الخمول كمحاولة لإيقاف الهبوط السريع للطائرة، وهو شيء لم يلاحظه مهندس الطيران أثناء الهبوط. لو لم يرى القبطان يضع المحركات في وضعية الخمول لكان قد افترض على نحو منطقي أن سبب وضعها كذلك هو المشكلة لا الحل. كشفت التحقيقات التي بدأت من المحركات العاطلة أنه في الواقع اقترفت سلسلة من الأخطاء على يد الطاقم، وقد وضعت الرحلة 006 على بعد لحظات من موت محتوم. لم يتصرف الطاقم كما يجب، الخطأ من الطيار. لكن مهما كانت الأخطاء التي اقترفها الطاقم، مؤشر الارتفاع يعمل، إلا أنهم حققوا هدفهم الأساسي. الشيء المهم الذي فعلوه على نحو صحيح هو أنهم أنقذوا الطائرة. الرحلة 006 هي مثال واضح على أهمية تدريبات استعادة التوازن في الارتفاعات العالية. أصبحت خبرة تعليمية بناء على ما فعله هذا الطاقم. عندما تفقد طائرة قوى محركاتها يجب أن يكون الرد سريعاً مختصراً وفعالاً. لا أصدق، فعلناها. عندما تواجه مشكلة في المحرك، أبي المحرك يحترق. الشيء الوحيد الذي عليك الاعتماد عليه هو تدريباتك كطيار وحسب. أرى الأفق، وهذه هي المهارة في حالات كهذه.